بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. كل سنه وحضراتكم طيبين. عيد القيامه من اغلى اعياد الكنيسه، من اغلى اعياد الكنيسه. عيد القيامه له تذكار لينا كل يوم لما بنصلي صلاه بكر، نفتكر قيامه ربنا يسوع المسيح. وكل اسبوع يوم الاحد بنفتكر فيه قيامه ربنا يسوع. بل أكتر من كده، كل شهر نفتكر في يوم 29 تذكار البشارة والميلاد والقيامة. أما الاحتفال السنوي بتاعنا بقى الكبير، هو الاحتفال اللي احنا بنحتفل بيه دوًا لمدة 50 يوم ابتداء من العيد النهاردة. القيامة هي ركيزة إيماننا، لأنها إعلان خلصنا. إذا كان بتجسد ربنا يسوع المسيح أعلن لنا بداية طريق الخلاص، وبعيد الغطاس ورنا إزاي ننال هذا الخلاص وندخل من باب الخلاص دوما بالمعمودية. فالنهاردة هو إعلان لربنا يسوع المسيح بإتمامه الخلاص لأجلنا بقيامته في اليوم الثالث من الأموات. الحقيقة مواقف كتيرة قوي كانت في ذهني عن القيامة، وشواهد كتيرة قوي في الإنجيل، لكن الحقيقة أكتر حاجة لفتت نظري هو الإنجيل بتاع باكر، أحد القيامة اللي هو بتاع باكر النهاردة، إنجيل معلمنا مرقس 16 آخر إصحاح. دايما كده نلاقي أحداث القيامة مذكورة في الأنجيل الأربعة في آخر إصحاحات. فيقول كده هو: وبعد ما مضى السبت اشترت مريم المجدلية ومريم أم يعقوب وسالومة حنوطا ليأتين ويدهنهم. وباكرا جدا في أول الأسبوع أتينا إلى القبر إذ طلعت الشمس، وكنا يقولن فيما بينهن: من يدحرج لنا الحجر عن باب القبر؟ فتطلعنا ورأينا أن الحجر قد دحرج، لأنه كان عظيم جدا. الحقيقة دي أكتر آية شدتني: من يدحرج لنا الحجر. تخيلت كده لما يجي أي حد فينا يقابل أي حد في الظروف الحالية يعني، أو في أي وقت حد بيقول له إزايك عامل إيه، يقول له إيه؟ نشكر ربنا، والتاني استنى شوية يقول له ولكن، ويحط له بقى شوية أحجار، يحط له شوية مبررات. فنشكر ربنا، دي كده المقدمة يعني. ولكن دي بقى أحجار كتيرة قوي على قلوبنا كلنا. واحد حجر كبير قوي على قلبه الخصومة مع إنسان، وقد يكون هذا الإنسان أقرب أقربائه أو أعز أصدقائه، وقد يكون أنا مش غلطان بس هو فهمني غلط، بس أنا متضايق قوي لأن ده صديق عمري أو حتى قد يكون شريك حياتي. واحد تاني أو واحدة تانية ممكن يكون حجر كبير قوي على قلبها التعامل مع الأولاد في البيت، دي أحجار مش حجر واحد يعني. ساعات نكون مش مرتاحين ومش عارفين نعمل إيه ونتصرف إزاي. واحد تاني شايل صليب أو في ضيقة، قد يكون مرض مستعصي، وقد يكون ديون عليه، وقد يكون مشاكل في شغله، لكنها حجر تقيل. قول نفسي غمض عيني وافتح ولاقي حد يدحرج لنا هذا الحجر. وبننسى اهم حاجه وهي قيامه ربنا يسوع المسيح اللي ربنا اعلن عنها بدحرجه الحجر. وربنا قام والحجر مقفول، لكنه دحرج الحجر عشان يعلن عن قيامته. فيا ترى مين فينا الإنسان اللي يقدر يتمتع بالقيامة ويقدر يعيش مع المسيح
العيد ده والخمسين يوم الجايين بل أكتر من كده، كل لحظة في حياته يتذكر فيها قيامة المسيح زي ما الكنيسة بتعلمنا من خلال طقسها على مدار السنة. كتير قوي ما بننسى أن المسيح هو إله المستحيلات، لا يعصر عليه أمر. وتلاحظوا حاجة جميلة قوي لفتت نظري، أن أسبوع الآلام يبدأ بالحجر ويختم بالعيد بفكرة الحجر. إيه يبدأ بالحجر ده؟ يوم السبت، سبت العذر، نلاقي ربنا يسوع يروح يقيم لعاذر بعد ما أنتن وكان له أربعة أيام. ولعاذر الله معين، يعني كان ربنا يحبه جدا، عشان كده حتى لما بعته قالوا له هو ذا الذي تحبه مريضا، مريضا في حجر. وربنا يروح لكنه يطلب طلب، ارفعوا الحجر، فربنا يعمل الجزء الصعب يقيم الميت، ولكن الجزء السهل يسيبه لنا عشان نشترك في العمل معاه، زي ما يقول في القداس كده، اشترك في العمل مع عبيدك في كل عمل صالح. الجزء الصعب مش بتاعك، بس عليك جزء سهل لازم تلتزم بيه. يجي ربنا يسوع قدامه جموع كتيرة قوي، وبعدين ربنا مش عاوز يخليهم يمشوا جعانين، لا أصرفهم جائعين لألا يخوروا في الطريق. طب نعمل ايه؟ نأكلهم. قدموا ما عندكم. يا رب يعني يا حاجة هايفة قوي، خمس خبزات وسمكتين يعملوا ايه وسط الناس دي كلها؟ مالكوش دعوة، قدموا ما عندكم. وبعدين الأصعب بتاعي أنا، بل أكتر من كده، حتى بعد قيامة ربنا يسوع المسيح يؤكد أنه هو هو لا يتغير. يتقابل مع سبعة من تلاميذه على بحر طبري، وبعدين ما اصطادوش، وبعدين اصطادوا سمك طلعوا لقوا ربنا قاعد بره، وبعدين ايه؟ والأكل جاهز. طب ما خلاص ربنا عم عامل الأكل جاهز، يقول لهم لا، قدموا مما حصلت. اصطدتوا ايه؟ طب قدموا. طب ما الحاجة جاهزة يا رب. لا، لازم تقدم اللي عندك. عشان كده مين فينا مش عاوز هذا الحجر يرفع لكي ما يعلن له قيامة المسيح؟ تعالوا بقى نبص على الشخصية. وأول شخصية تمتعت بإعلان القيامة وهي مين؟ وظهر أولا لمريم المجدلية، أول واحدة أعلن لها القيامة. اشمعنا دي يا رب؟ قال لأن أنا أعلن نفسي لمن له اشتياق أن يلتقي بي. أعلن نفسي لمن له اشتياق أن يلتقي بي. شوف الموقف ده، موقف غريب جدا. يقول كده هو إن في بداية اليوم، في بداية الفجر يعني بتاع اليوم، في فجر أول السبوت، مريم مجدلية قالت أنا عاوز أروح أقدم حنوط وأطياب لتكفين ربنا يسوع، لأن يوم الجمعة بعد ما نزل من على الصليب دايما كده اليوم يبدأ من الغروب للغروب، فبالتالي ممنوع أي حد يعمل أي عمل. فنزل جسد المسيح كفنوه زي ما هو وحطوه داخل القبر. ويوم السبت، السبت ده قدس للرب، ما ينفعش حد يعمل فيه حاجة، فاستنت يوم السبت كله، ومع بداية كده يعني شقشقة النور قالت أجري بسرعة يوم الأحد وإيه؟ وأقدم اللي عندي. الموقف احنا مش متخيلين. عادة كده مع بداية النور ده أو الفترة دي يعني حوالي قبل الساعة 6، من السهل قوي أن تكون هذه الطرق مليانة من المخاطر. حتى تلاحظوا دايما كده يقول لك حظر التجول لحد 6 الصبح، ليه؟ أصل قبل كده يعني سهل أي حد يعمل أي حاجة. فهي نازلة في وقت صعب قوي، ممكن تعرض ليه لأي اعتراضات في السك. بل أكتر من كده، إنسانة امرأة تنزل بدري ومعها أطياب. طب نظرة أي حد لإنسانة مثل هذه المرأة
هيفكر جوه قلبه في ايه؟ افكار صعبه تقول مش مهم مش مهم. بس الاصعب من كده بقى يعني هروح اعمل ايه؟ ما في حجر. كان سهل قوي تقول طب ما استنى لما افكر لما نشوف الوضع شكله ايه، طب نتصرف ازاي، طب اخد ناس معايا احرجه. وبعدين يقول لحجر كان كبيرا جدا ومعها مين؟ ما هو مريمات اللي معاها برضه، محدش يقدر يزق يعني. لكن كان الاشتياق عندها، قالت هروح، الباقي مش بتاعي، الباقي ده مش بتاعي. الله يريد اشتياقاتك ليعلن نفسه أو يعلن قيامته لكل واحد فينا. ودايما كده تلاحظوا أن اشتياقات الإنسان هي أول حاجة تنال هذه القيامة. إزاي؟ موقف حصل سمعناه من شوية، أول لما بطرس والتلميذ الآخر الذي كان يسوع يحبه اللي هو مين؟ يوحنا الحبيب، سمعوا بخبر قيامة ربنا يسوع، إيه اللي حصل؟ يقول فسبق التلميذ الآخر بطرس وجاء إلى القبر. مع إن إحنا عارفين بطرس بطبيعته يعني هو اللي يجري على طول يعني، لكن الحب هو اللي يسبق، الحب هو اللي يسبق. وده اللي ربنا عاوزه مننا، وده اللي ربنا جه يتكلم فيه مع بطرس. أتحبني يا رب؟ طب ما أنت عارف، استنى بس، أكثر من هؤلاء؟ فاكر نفسك أنت الوحيد في الدنيا أحسن من كل اللي حواليك وتحبيني أكثر منهم؟ باكرا جدا أخذت مريم حنوطا. تلاقي الإنسان اللي يحب ربنا يحب باكرا جدا، دي يحب باكرا جدا. شوفوا في تسبيحة باكر نقول سبقت أن بلغت عيناي وقت السحر. بعض الناس تنطقها السحر، واضح ان باكرا جدا دي ايه؟ مش واضحه يعني. وقت السحر، مين فينا يبدا دايما يومه مع ربنا؟ هو اول واحد اتكلم معاه. مره واحد من ولادي قال لي يا ابونا انا خدت التدريب حلو قوي بحاول انفذه، سمعته مره في عز عجبني حاولت انفذه. بقول له ايه؟ قال لي بحاول اول واحد اكلمه الصبح هو ربنا. قلت له ازاي يعني؟ قال لي حتى وانا نايم لو بيندهوا عليا يا فلان قوم، قبل ما اقول لهم حاضر انا صحيت اقول له اشكرك يا رب، اقول لهم حاضر انا صحيت. بس اول واحد ابدا معاه هو ربنا. من يبكر الي ايه؟ يجدني يجدني. شوفوا ساعات احنا نزعل قوي لو مدين ميعاد لحد وتاخر علينا شويه. تخيل بقى كل يوم في كل قداس تلاقوا ربنا يسوع قاعد مستنيك، عارف باكرا جدا دي، عارف ده ميعادك، عارف الميعاد باكرا جدا. يا ترى الاشتياق ده موجود؟ طب مش عارف اعمله بس الاشتياق موجود وبتحاول فيه شويه ولا لا؟ ودي اكتر حاجه تشغل ربنا. قصه مره عجبتني عن انسان، الانسان ده كان اسمه عم ويليام، كان انسان بسيط كده قوي يعني ما يعرفش يقرا ويكتب لكنه كان انسان بسيط، شغله جنب الكنيسه. فمتعود يجي الصبح يخش الكنيسه يقف كده عند الايقونه ورا، في ايقونه كده للسيد المسيح، يقف كده ما فيش يعني وقت مثلا بتاع 10 دقائق 13 14 دقيقه وبدري قوي الصبح، وبعد كده يختفي من الكنيسه. وبعدين بالليل في التوقيت بتاعه الساعة 7 بالليل يجي يقف نفس الوقت ويمشي من الكنيسة. فلفت نظر أبونا قوي، انتوا عارفين دايما احنا كلنا بنحب نبكر في القداس يعني، كلنا بنيجي بدري أو الصبح، فتلاقي أبونا يلف فيعني يشوف السواح المحاضرين معانا القداس يعني. فطبعا أي واحد موجود في الكنيسة باين، فيلاقي الإنسان ده يخش يقعد الوقت القليل ده وبعدين يختفي. فجي في مرة بقى أبونا قال له تعالى أنت مين؟ أنت فين؟ قال له ولا حاجه انا انسان بسيط. قال له اصل كل مره اللي داخل الصبح وقت العشيه بالليل داخل بالليل تقف نفس الوقت في نفس المكان وبعدين تمشي، انت بتعمل ايه؟ قال له بصلي. فشكله كده انسان بسيط. قال له بتصلي تقول ايه؟ قال له ولا حاجه، قول له يا رب يسوع ويليام هنا.
قال له بعدين، قال له بس، قال له طب ما يعني ما فيش صلوات أبنا الذي فنش مزمور 50 أي حاجة يعني، قال له معلش يعني ما بعرفش أقرأ وأكتب يعني. قال له طيب إيه رأيك بقى نبدأ نتعلم مع بعض؟ قال له يا ريت، نفسي نفسي، مع إنه كان راجل كبير يعني. بدأ أبونا انتهز فرصة الفرصة يعلمه حتى أبانا الذي، يقعد يحفظ في أبانا الذي ويعيد ويكرر. الإنسان ده أهو بيحاول بس الدنيا إيه يعني مش مساعدة أوي. وبعد فترة أبونا زهق يعني، لا الإنسان مش عارف يحفظ غصب عنه يعني. فقال له، قال له خلاص خليك زي ما أنت كده عم ويليام وربنا يقبل منك. شوية والإنسان ده اختفى، أبونا قاعد يدور عليه حد ما عرف عنوانه فين، سأل عليه قال له ده تعب ودخل دار مسنين كده جنبنا. فأبونا قال طيب يعني أروح له تاني يوم أطمن عليه. راح تاني يوم بيخبط، لقوا مسؤول، لقى مسؤولين بتوع دار المسنين دول، بيقولوا عاوز مين يا أبونا؟ قال لهم عاوز عم ويليام. قال له عم ويليام تعرفه منين يا أبونا؟ تعرفه؟ احكي لنا عنه، احكي لنا عنه مين؟ قال له ده إنسان بسيط قوي دخل قعد عندنا أسبوع وسافر السماء. قالوا طب وبعدين يعني أحكي لكم عنه في إيه؟ تعرفوا عنه أنتوا إيه؟ قالوا له حاجة عجيبة جدا، كل يوم كل يوم الساعة 7 الصبح والساعة 7 بالليل في أوضته كنا نعدي نسمع في صوت عنده، نخبط نبص ما نلاقيش حد، فنستغرب قوي طول الأسبوع على الحال ده، لحد ما جه آخر يوم ما سمعناش صوت، خبطنا لأننا نسافر للسماء. قال لهم بعدين، قالوا ولا حاجة، كل يوم في نفس الميعاد نسمع نفس الصوت، نفتح الأوضة نلاقي فيه نور في الأوضة، نور في الأوضة ما نعرفش المصدر بتاعه إيه. الساعة 7 الصبح و7 بالليل في نفس الأوضة. فأبونا ضحك وفهم، فهم، قال لهم أصل هو كان دايما متعود يكلم ربنا باشتياق قلبه، قول له يا رب ويليام هنا، عشان كده آخر آخر يوم ربنا قال له يا ويليام يسوع هنا، تلاقش أنا معاك وسامعك، أنا معاك وسامعك. يا ترى الاشتياق ده موجود جوايا نفسي فعلا ولا لا؟ مرة زرت أحد الأشخاص في السجن، ربنا بيدي نعمة كده كل شهر بنروح ناخد بركة الناس اللي هناك. فواحد منهم بيعترف يقول لي، بيقول لي يا ابونا انا بشكر ربنا من كل قلبي لاني التجربه اللي انا جيت فيها دي خلتني امسك انجيلي واقرا. ياما كنت اقف اقول له يا رب نفسي ونفسي اقعد اتكلم معاك، وبره بقى انشغل وابعد، ويوم وخمسين لا، واصحاح كل فين وفين. قال لي تصور هنا يا ابونا الانجيل ما ياخدش معايا 30 40 يوم اخلصه كله واعيده تاني، اخلصه كله واعيده تاني. قلت له ربنا يديك. وبعد شويه اخد افراج، اخد وقت مؤقت كده وطلع، وقابلته بعدها بقول له ها اخبارك ايه؟ قال لي يا ابونا الحقيقه يعني لما كنت جوه السجن كان احسن ليا بكتير. ليه؟ اصل كنت بعرف اقعد مع ربنا وقت اطول. طب شكلك سمعتك كل ده مش مهم. قلت يا الواحد يعني لازم يخش السجن عشان يقرا انجيله؟ طب ربنا مديني فرصه اهو. اشتياقك ايه؟ اشتياقك ايه؟ الانسان اللي بيمارس حياته مع ربنا باشتياق باهتمام، مش مجرد ممارسه وخلاص، انسان بيتمتع بكل كلمه، ده ممكن يقرا باراجراف في الانجيل يشبع بيه. لما الانجيل يقول لي وجدت كلامك كالشاهد فاكلته فكان لي لفرح ولبهجة قلبي، يشبع بيه ازاي؟ يشبع بيه ازاي؟ اشتياقات الانسان امام الله هي اكثر اعلان لقيامه ربنا يسوع في حياته. القديس المشهور القديس يعقوب المقطع، نسمع عنه الاسم ده كتير. هذا القديس العظيم في وقت عصر الاستشهاد اتسلوا على اعضائه، يعني ايده يمين وشمال ورجليه يمين وشمال، كل شويه يبتروا منه جزء لاجل ان ينكر الايمان. وبعدين مشهور عنه قوي ان هو كان رجل صلاه، كان يحب يرفع ايده يعني ويصلي زي موسى النبي كده
على مثال الصليب. بعد ما قطعوا ايده ورجله وقف يتكلم مع ربنا، قال له رب سامحني، كان بودي ارفع ايديا، ده انا حتى ما عنديش ايدين ارفعها ولا رجلين اقف بيها قدامك، لكن اقبل نفسي اليك. دي اخر صلاه قالها قبل انتقال. في اشتياق جوه، وده اللي ربنا بيدور عليه، بيدور على اشتياق كل واحد قاعد قدامه. طب يا رب بس في معطلات هنشوفها دلوقتي. قال لك كل الاحجار دي ما تنشغلش بيها، انا عاوزك بس باكرا جدا وتجيب عطاياك وتيجي الحنوط، تجيب حياتك وقتك وتيجي وملكش دعوة. طب والأحجار دي يا رب؟ قال لي صدقني هتلاقي هذا الحجر قد دحرج، هتلاقي هذا الحجر قد دحرج. قد إيه اشتياق ربنا لتوبة كل إنسان. دايما كده كلمة قيامة الكنيسة دايما تربطها بمعنى التوبة، حتى بين من كلمة سقوط وقيام يعني. وأغلب أباء الكنيسة والإنجيل حتى يعلمنا كده، يقول إيه؟ طوبى لمن له نصيب في القيامة الأولى، هذا ليس للموت الثاني سلطان عليهم، في سفر الرؤيا. طوبى للذين لهم نصيب في القيامة الأولى. إيه القيامة الأولى دي؟ هي في قيامة أولى وقيامة تانية؟ القيامة الأولى توبة، والقيامة التانية قيامة الأجساد بقى يوم الدينونة. هذا ليس للموت الثاني سلطان عليهم، وفي موت تاني وفي موت أولاني. ما هو الإنسان اللي واقع في خطية، أجرة الخطية تساوي موت، فالإنسان في خطية في الموت الأولاني. هذا ليس للموت الثاني، موت الجسد بقى سلطان عليه. عشان كده هو مرة جالي إنسان قال لي يا ابونا أنا بقالي 7 سنين عمال عافر، نفسي أجي أعترف، نفسي أجي أعترف. قلت له بعدين؟ قال لي قعدت بقى أشجع في نفسي وأزق في نفسي، قلت لازم أروح، بس قلت يعني هروح لأبونا لسه ما أعرفوش، فأول قعدة يعني تعارف شوية وأبدأ أخد على أبونا، نمرة 3 أقول له الكبيرة بقى يعني. وبعدين بعد ما عدنا قال لي حاجة عجيبة قوي، أنا جاي مرتب في ذهني كده، في حجر خطية صعبة قوي على قلبي بقالها سنين مش عارف أعترف بيها. قال لي الأغرب من كده دي أول خطية كنت أذكرها قدام قدسك. ربنا عاوز إيه؟ عاوز اشتياقك بس، هتقول بس هروح والباقي ربنا يكمله. عشان كده هذه الاشتياقات لها أعداء ولها معطلات، لها أعداء ولها معطلات. أول عدو اسمه المشغولية، اسمه المشغولية. تاني عدو اسمه الكسل، وتالت حاجة اسمها الفريسية. احفظهم كده، المشغولية والكسل والفريسية، المشغولية والكسل والفريسية. كلنا بنبقى نفسنا، بس أكتر حاجة بتتعبنا إيه؟ مشغول. والمشغول دون تلاقوه في الآخر ما بيعملش حاجة يعني تلاقوا كده أحيانا ربنا يعني يحركنا شوي، تحس فيه اشتياق ان انت عاوز تقعد تتكلم مع ربنا، عاوز تصلي، عاوز تفتح انجيلك، عاوز تحضر قداس وتتناول. تقول هعمل ايه؟ طبعا مشهور قوي مع الستات في البيت، يعني اخلص اللي في ايدي على طول وهعمل اللي انا عاوزه. ايه اللي يحصل؟ اليوم يتسرق ما نعملش اي حاجه. ليه؟ الاشتياق حلو موجود، بس انا احيانا بطفيه. لا، سيب كل اللي في ايدك مهما كان مهم ولبي هذا الاشتياق. يسموه كده الآباء، يقولك هاتف الخير. إذا جالك هاتف الخير دون اترك كل ما في إيدك. كان أب اعترف إن يقول لي كده، يقول لي حتى لو بتحضر، حتى لو رايح افتقاد، حتى لو عندك إيه، ده دي فرصة، ربنا بعت اشتياق عشان تقعد معاه. أنهي أهم؟ أنهي أهم؟ تلبي هذا الاشتياق، تلبي هذا الاشتياق. تاني عدو اسمه ايه قلنا؟ تاني عدو اسمه، عارفينه طبعا، الكسل ده. الكسل ده ليه امثله كتيره قوي والانجيل دايما يذكرها. مثل مشهور قوي وهو عروس النشيد، هو عروس النشيد، تقول على فراشي
طلبت من تحبه نفسي. يا سلام على فراشي. يعني ساعات الواحد يقول الحمد لله، اقول ابانا الذي كده وانا على السرير وربنا شايف وعارف، يعني الحمد لله كفايه قوي. على فراشي طلبت من تحبه نفسي، وبعدين قول طلبته فما وجدته، طلبته فما وجدته. احيانا بقول للشباب كده، بقول له تخيل لو ابونا جه يزورك وانت نايم على السرير هتعمل ايه؟ تسلم عليه وانت نايم كده؟ بتحرك، بلاش ابونا ضيف حتى يعني. هتقوم، طب ربنا يعني ما يستاهلش نقوم له شويه؟ عشان كده تلاحظوا النهارده الكاثوليكون يقول ايه؟ في سلاح مهم قوي، يقول لك فتسلحوا انتم بهذا المثال. انهي مثال؟ مثال الام ربنا يسوع المسيح، ده سلاح. معلمنا بولس يقول لاني حامل في جسدي سمات الرب يسوع. بتتعب في حياتك شويه مع ربنا ولا بتاخد الحاجه السهله؟ تاخد الحاجه السهله. ده احنا ممكن ساعات عايزين نصلي الغروب، نعمل ايه؟ في مزمور محفوظ قوي في الغروب، مش كده؟ هو ذا ما احسن، حافظينه ده؟ ما احسن وايه؟ وما احلى ان يسكن اخوه معا، قد طيب الكائن على الراس الذي ينزل على اللحيه، ها؟ لحيه هارون نازل على جيب قميصه مثل ندى الحمون ومنحدر على جبل سيئون. بنصلي دايما في الغروب مش كده؟ اشمعنى المزمور ده بنصليه في الغروب؟ بنحبه قوي؟ لكن هو ايه؟ حاجه سريعه كده يعني. لكن طب معناه ايه؟ مين حرمون ومين لحيه هارون؟ مين الحاجات دي؟ مش عارفين. ودي تقودنا للحاجه الثالثه المعطل، الفريسيه. نمارس ونصلي، لكن الحقيقه لم يكن لها عمق اصل جوانا. هتشوف قيامه المسيح ازاي؟ في حجر، مش هتعرف تشوف قيامه المسيح. هل تسعى انك تفهم ما تقول؟ وده معناه كلام قلبك. ساعات الواحد يقول لي يا ابونا الاجبيه بتعب منها وبمل منها وفي ناس ساعات تيجي تقول الاسبوع الاسبوع يا ابونا الالام ده ما فيهوش اجبيه. يا الواحد يعني يقول لي هم ليه ما عملوهاش في الخمسين؟ ساعات الواحد يجي في الخمسين بقى مثقل يعني، يقول لك طب ليه ما خلوهاش في الخمسين؟ ما كانوا خلوها في الخمسين كمان. اللي عنده اشتياق يرجع يصلي باجبيه بشغف، شغف. مره من مرات كنت رايح احد الاديوره، فكان معايا في العربيه اتنين من الاباء الكهنه، فاب اقترح فكره عجبتني قوي. قال ايه رايكم اباء لسه مشوار ساعه ونص على وادي النطرون، وعلى ما نخرج من مصر فيها ساعه كمان، ده قبل الثوره يعني، وبعدين يعني فيها ساعتين ونص على ما نجيب بس الريست يعني او وادي النطرون. طب ما نصلي مع بعض البكر والثالثه. حاضر نصلي بكر والثالث؟ لا بس هنصليها بكل المزامير. يا سلام، فكره حلوه. بقالنا فتره ما بنصليش كده من الهواجه اللي احنا فيها. بدانا نصلي بكر والثالثه، خدت مننا يعني ساعه ونص تقريبا. كل مزمور وبين كل مزمور ومزمور كان ابونا بيصلي على مهله ويقف كده واقفه ما بين كل مزمور ومزمور. ما الوقت معانا، احنا قاعدين في العربيه ما بنعملش حاجه يعني، ليه ما نستغلهاش؟ كانت من احلى الاوقات اللي الانسان صلى فيها. ليه؟ كلام على مهله وفي فترة تأمل بين كل مزمور ومزمور، مش مجرد الكر، مش مجرد الكر. أعداء الاشتياق ثلاث، المشغولية والكسل وإيه؟ والفريسية. طب الثلاثة دول عايزين لهم علاج، يا إما كده عرضنا الأعراض لكن ما عالجناش شيء. أول حاجة المشغولية نحط علاجها الأولوية. مشغولية علاجها الأولوية. ادي دايما الأولوية زي ما بتعمل في حياتك باستمرار لأهم حاجة. يعني كلنا دايما ندي الأولوية لإيه؟ لأهم شيء. يعني مثلا أقول مثل كده يعني، تخيلوا ممكن يكون آخر يوم مثلا في البسخة، وبعدين ساعات الواحد يفتكر ان لسه ما جابش لبس الولاد وما وضبش البيت مش عارف ما عملش ايه، فتلاقوا بقى قصة الأولوية دي ايه؟ تتغير. طب اروح اخطف ساعة كده بسرعة في البسخة وانزل الف شوية والطريق يعطلني وارجع وابقى بتنرفزة وازعق والحاجات دي كلها. انهي ليه أولوية أكتر؟ انهي ليه أولوية أكتر؟ وكلنا دقنا لما ادينا أولوية لربنا اليوم بحاله كان فيه بركة شكلها ايه؟ اليوم بحاله كان فيه بركة شكلها ايه؟
اللي بيحب يحضر قداس بدري يشوف اليوم ده بيمشي ازاي معاه، في بركة غير عادية. أعرف ناس كانوا دايما يحبوا يحضروا قداس الحد الأولاني حتى لو هم أجازة يوم 6 الصبح، وكان 5 بصراحة عشان خاطر يوضب الكنيسة ويملى المية مع الشمامسة وغيره، وكان 5 الصبح يقوم مع إنه أجازة، مع إنه أجازة. إدي أولوية. الكسل، الكسل علاجه إيه؟ التغصب، التغصب. لو أنا تعبان وكسلان وبكرة عندي يوم في الشغل هروح ولا مش هروح؟ لا معلش. طب لو عندي يوم فيه اوفر تايم هروح ولا مش هروح؟ طب لو اليوم ده انا عارف ان الناس غايبين والاجر بتاع الناس ده كله هيضاف ليا تريبل ولا حاجة، يعني 3 اضعاف، هعمل ايه؟ مهما كنت تعبان هعمل ايه؟ لا معلش بقى، بنقص يعني، بنقص. طب ما انت بتغصب نفسك كويس، طب مع ربنا بتعمل ايه؟ بقول دايما مثل كده، بقول تخيل لو في واحد صديق عزيز ليا قوي، والانسان ده عمل عمليه في مستشفى، فتح بطنه بقى وعمل اي عمليه صعبه يعني، وجيت انت كان عندك مشوار مهم قوي وفلان ده يقدر يحللك الموضوع. فلان ده كتب اقرار على نفسه في المستشفى ان انا هطلع على ضمانتي عشان اروح لصديق عمري ده واخدمه الخدمه دي، انت تشهله جميله شكلها ايه؟ هتقول ده جه وهو في عز تعبه وبطنه مفتوحه وجه عشان خاطر يقدم الخدمه دي. ده احنا مش بطننا مش مفتوحه ولا حاجه، ده احنا بس ممكن نكون رجلينا وجعانه او عندنا خشونه او يعني الحاجات المعروفه دي يعني. طب بتقدم الصلاه لربنا وانت تعبان ولا لا؟ ده دي قيمتها قيمه الفلسين اللي اعطت من اعوازها، اللي اعطت من اعوازها. شوفوا الاسبوع ده مليان خير حلو ازاي، يعني ناس كتير يقولوا يا ابونا بنشفق عليكم قوي في الاسبوع ده، لكن الحقيقه النعمه والبركه والتعزيات اللي بتكون موجوده مع الالم، كلما زاد الحب هان التعب، كلما الحب يزيد كلما التعب يهون، كلما التعب يهون. وتلاقوا عندنا في حاجة كده مشهورة اسمها فتافيت الوقت. مرة في الاجتماع كده عملنا تيست صغير، قلت لهم تخيلوا الخمس دقايق ممكن تعمل ايه في حياتنا. قلنا الخمس دقايق دي ممكن توصلنا للملكوت. ليه؟ أصل الخمس دقايق دي ممكن ناخد فيها صلاة من الأجبية مختصرة، أصلي أبانا الذي، مزمورين، إنجيل، قطع تحليل، وعلى مهلي مش بجري. وعملنا حتى تيست يعني، وفكرة مش روحية ان احنا نعمل تيست في الاوفر، بس يعني قلنا عشان يعني نقرب المعنى يعني. قلنا خمس دقايق ممكن تقرا فيها اصحاح من الانجيل من 42 عدد. شوفوا قد ايه؟ وقرينا وفي نفس الوقت كلمت في النص وعلقت على كام آية، ما خدناش دقيقة ونص، قرينا حوالي 12 آية ما خدناش دقيقة ونص. شوفوا قد ايه؟ شوف ايدينا كنز اسمه خمس دقايق. فتفيت الوقت دي ممكن توصلني للسام. شوفوا عم ويليام ده كان بيعمل ايه، بس اشتياق قلبه كده، انا عاوز يا رب. وكل ما يكون الانسان عاوز ونفسه تلاقوا ربنا يعمل ايه، يقولك من له يعطى ويزداد، ده ياخد اكتر. ده ممكن عدد كبير قوي يكون حاضر قداس، بس كم واحد يشعر بتعزية وكم واحد يخش يتناول بقلب زي ما ربنا كده طلبه، قلب منكسر متواضع لا يرزله الله. علاج المشغولية الأولوية، وعلاج الكسل التغصب. طبعا تيجي فترة الخمسين يعني الكسل يزيد، مع ان مش ده فكر الكنيسة، يعني فكر الكنيسة تقلل القراءات، تقول لك عشان دي اكتر فرصة تقعد تتأمل في كل قراءة من هذه القراءات، مش تقولك تعبت شوية بقى فرصة ريح لك 50 يوم، تعبت لك أسبوع يلا هديك بونص 50 يوم اقعد ريح فيهم وكل فيهم. لا، احنا عارفين الكسل يعمل ايه طبعا، إنسان الكسلان معمل الشيطان.
علاج الفريسية أختم بيه، ابحث عن المسيح في كل عمل تعمله وفي كل موقف من حياتك. شوف المسيح في فين، شوف المسيح في فين. يعني ايه؟ كل عمل تعمله شوف ربنا شايفه ازاي. احنا عارفين ان ربنا يقدر اي عمل بمقدار الحب في هذا العمل، فدور في كل عمل بتقدمه المسيح واقف جنبك ازاي ويشعر بيك ازاي. ده مره ومرات حكى لي احد الاباء، قال لي جالي انسان كبير في السن فوق 70 يعني، قال لي يا ابونا صلي لي كتير عشان انا بتحارب وبتعطل عن الصلاه. لا كان خادم ولا شماس، انسان بسيط بيحضر الكنيسه. قال له ربنا معاك ويسندك وصلي كتير. قال له اصل الشيطان بيجي يعطلني عن الصلاه. قال له حبيبي ربنا معاك. قال له اصله بيقف جنبي طول ما انا واقف اصلي. ابونا بعد ما كان سامع هتعدل، قال له نعم مش فاهم يعني ازاي بيقف جنبك وانت بتصلي. قال له بيجي يقف جنبي حاجة سودة كده تيجي واقفة جنبي وقعد يوصف له. فابونا استغرب، قال له ابونا بس ما تقلقش انا عرفت العلاج. قال له خير؟ قال له بقيت ازود صلاة اكتر، بقيت ازود صلاة اكتر. مش هو جاي عشان يعطلني عن اشتياق ربنا، لا انا هزود صلاة اكتر. ولما انكم كده يقرا عن اقوال الاباء عن الصلاة يقول لك لما تيجي تصلي وخلاص هتختم الصلاة حاول تأخر نفسك شوية، ما تقفلش بسرعة كده وتمشي، ما تعملش زي الواقف يخبط على الباب ويطلع يجري. استنى شوية، حاول تزق حتة. الأم تفهم الكلام ده اللي عندها طفل صغير، كل ما قولها شبعت تقول له خد إيه آخر عشان بطنك توسع. طب ما احنا عايزين كمان مخنا يوسع شوية مع ربنا، ما نزق حتة زيادة. ليه بتستعجل؟ ليه بتستعجل؟ آخر قصة أختم بيها، دور على المسيح في كل عمل تعمله. يحكوا مرة عن أب راهب. الإنسان ده كان راهب عادي بسيط، لا كان شماس ولا كاهن، راهب عادي، لكن كان يهتم قوي بالمنظر اللي بره، يهتم قوي يجي أول واحد في الكنيسة وقت التسبيحة، لكنه ما كانش يصلي تسبيحة بقلبه قوي، فريسي. فمرة ومرات عدى رئيس الدير على الباب فسمع صوت جوه، فالصوت كان عالي قوي، فابونا استغرب فراح وقف عند الباب وخبط وسامع صوت جوه. ويا احبائي وبقول لكم وبكلمكم. قال مين اللي معاه جوه ده؟ ده معانا ناس كتير قوي في الآلية الصغيرة دي ازاي؟ فسيدنا رئيس الدير كده خبط، محدش رد. استنى شوية يلاقي الصوت يعلى، وبعدين شوية وسمع لهم يلا بقى عشان خاطر نكمل عزة القداس. عزة قداس؟ أتاري الرهب ده كان يعني ذاته عالية قوي، نفسه يكون أسقف ولا وقف، متخيل نفسه قدامه جمع عمال يوعظ فيهم، عمال يوعظ فيهم، واخد بقى يعني في الدور كده. بعدين إيه؟ سيدنا خبط تالت مرة، هو تنبه إن في صوت على الباب، فجري على الباب بعد كده استنى. قال ايوه مين؟ قال له سيدنا حبيبي افتح. ففتح، فطبعا هو عاوز يقول له واقف بره من امتى سيدنا يعني؟ فبيقول له لعلي اكون اتاخرت عليك يا ابي، يعني كن واقف بقالك فتره، واقف بقالك فتره بره. قال له قبل ما تصف الشعب بشوي، يعني لحقت شوي، لحقت شوي. قال له حبيبي اهتم في كل عمل تعمله، تشوف مسيحك فين، مسيحك فين. مش ده المنظر اللي انت ممكن تخلص بيه، تخلص بيه. ده كان دايما يقوله القديس يوحنا ذهبي الفم، لا تعتمد على حالتك الروحيه وتقف عندها، لا ما تاخدش المنظر اللي بره، دور على جوهر واشتياق قلبك اللي ربنا عاوزه لكي ما يعلن لنا قيامته لالهنا كل مجد وكرامه من الان والى الابد امين.